السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، هذه معجزة لطيفة في حديث نبوي شريف وصلتني من إنسان كفيف البصر، ولكن الله أكرمه بقوة البصيرة. هناك حديث بشر النبي به كل من فقد عينيه، النبي سماها حبيبتيه، أن الله سيعوضه الجنة بشرط أن يصبر. هذا الحديث مريح جدا لمن فقد البصر في الدنيا، لأن فيه بشرى بالجنة، فيه تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرط الوحيد لدخول الجنة بالنسبة لمن فقد بصره هو الصبر والرضا والقبول بما ابتلاه الله به. طيب، كيف عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر؟ كم كلمة استخدم في حديثه صلى الله عليه وسلم؟ وكيف جاء هذا الحديث مرتبطا بعدد أبواب الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام له حديث آخر يقول فيه: للجنة 8 أبواب، ومنها باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. فالعدد 8 هو عدد مميز، عندما نسمع بالعدد 8 مباشرة يتجه دماغنا إلى أبواب الجنة، بينما العدد 7 هو عدد أبواب النار، لأن الله تعالى يقول: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فعندما نسمع الرقم 7 يتجه تفكيرنا للسماوات 7، للطواف 7 أشواط، لعدد أبواب جهنم. كل رقم له دلالات أيها الأحبة. فالرقم 8 يشير إلى عدد أبواب الجنة. استمع معي أخي الحبيب إلى هذا الحديث النبوي الرائع، وسوف تكتشف أن له علاقة بعدد أبواب الجنة، وهذا يشهد بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه لم يأتي بشيء من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله تعالى، وهو حديث قدسي صحيح: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. يعني أبدلته خيرا من عينيه في الدنيا الجنة، عوضته منهما الجنة. طيب، السؤال هنا أيها الأحبة، هذه البشرى النبوية، هذا الحديث النبوي العظيم، كم كلمة استخدم النبي هنا؟ عد معي أخي الحبيب لتدرك أن النبي لا ينطق عن الهوى. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، 5 كلمات، عوضته منهما الجنة، كم المجموع؟ 8. النبي استخدم 8 كلمات بعدد أبواب الجنة ليبشر من فقد بصره بالجنة. انظر إلى هذا التناسق اللطيف. طبعا هنا المشكك يتدخل على الفور، يقول لك: هذه مصادفة، هناك أحاديث كثيرة تتألف من 8 كلمات، وقد يكون منها ما يتحدث عن الجنة، هذه الصدفة. طيب، أنا عندما رأيت هذه المعجزة اللطيفة بعدد الكلمات قلت سأعد الحروف، وسنعد الحروف معا. إذا 3 أحرف، ابتليت 6، المجموع 9، إذا ابتليت 9 أحرف،
عبدي 4 مجموع 13 بحبيبتيه، عد معي بي. وهذه الكلمة هي موضع هي مركز الحديث. بي ح بي ب تيه كم؟ ثماني حروف، ثمانية أحرف، زائد 13 21. عوضته 5 من هو ما 5 الجنة 5، إذا 15. ولكن هنا نسيت كلمة فصبر، 4 أحرف، فصبر. إذا 21 و4 25 و15 عوضته 5 منهما 5 الجنة 5، المجموع كم؟ 40. طيب لماذا العدد 40؟ العدد 40 يساوي 8 في 5، إذا أيضا عدد حروف الحديث من مضاعفات العدد 8، وتحديدا 8 ضرب 5، يعني الرقم 5 شكل العين. سبحان الله، 8 في 5. كان ممكن أن يكون 8 في 4، ولكن إن شاء الله أن يكون 8 في 5، 40 حرفا. والخمسة كما قلت لكم هذه الدائرة شكل العين. طيب الآن دعوني أتساءل وأطرح هذه الأسئلة: هل النبي كان يعد هذه الأرقام؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه آلة حاسبة ويجلس ويحسب؟ لا طبعا، ولكن الله أنطقه. الله أراد أن يضع في هذا الحديث سرا عدديا ليظهر أمامنا اليوم في القرن 21، لندرك أن هذا النبي لا يتكلم من تلقاء نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما جاء به هذا النبي الكريم وحي من الله سبحانه وتعالى. من الأشياء العجيبة أيضا أخي الحبيب أن القرآن الكريم لم يذكر عدد أبواب الجنة، ولكن هناك إشارة لعدد أبواب الجنة في القرآن من خلال لون الجنة، اللون الأخضر: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. صفات الجنة في القرآن في سورة الرحمن مدهامتان، يعني شديدة الخضرة، ثياب خضر من سندس واستبرق. فالجنة تربتها وفرشها وأشجارها واللباس لون أخضر، إذن عندما نسمع اللون الأخضر مباشرة يتجه تفكيرنا إلى الجنة، هو لون الجنة. طيب كم مرة ذكر القرآن اللون الأخضر؟ كم مرة؟ يعني لو قرأنا آيات القرآن وبحثنا عن اللون الأخضر، كم آية في القرآن تتحدث عن اللون الأخضر؟ اللون الأخضر ذكر 8 مرات أيها الأحبة في القرآن بعدد أبواب الجنة. سبحان الله، يعني هذا يدلك على التناغم والتناسق بين كلام الله في القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الله يريد أن يقول لك فعلا هذا النبي لم يأتي بشيء من عندي، ولم ينطق بشيء من تلقاء نفسه، بل كل من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض كل من فقد بصره بالجنة إن شاء الله، وأن يعينه على الصبر في هذه الدنيا والرضا بما قضى الله سبحانه وتعالى، وأن نكون جميعا في الجنة بإذنه تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.